سلام يا سيف الخليج المهند الليل مع برقه من المشرقين سيف على رقاب الأعدي مجرد استله محمد سليم اليميني هذا ولد زايد وهذا محمد ناداه مجد جدوده الأولين شداد وقته يوم الأحداث تشد يوم المعادن من أصلها تبيني قوله ينفذ ما يعود ويرتد ما بعد رجع كلمته مرتين لك القرار الصعب في ساعة المجد أعتلم واقف تحت بطشة ليني ولا غدا حبل السياسة معقد حلقت بأفكارك على الفرق ديني نحو العلا في سلم المجد تصعد الفوق غاية لبن ليث العريني تسهر عيونك لا ما تهنى بمرقد طبوع زايد من قديم السنين السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والبنت حامل من العام يا سلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على حفيظ هذا ذهب هذا ألماس هذا در هذا ياقوت شو هذا بالله عليك ها؟ قيمات تقول لي ما شاء الله عليك أيون 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 تبارك الرحمن ها ما هو تحرايوس تحرايوس ما يجيك متهرد بلات كنت ما عليه النحيس نربها تدرون رفع هذا زيغني أولني أولني بيزيغني أول تهني هالكثر شو هذا حين هذا شو نام باكورة قول لي بارك الله فيك زين يلا قواكم الله أشوك شوف عن هذا الحفل شوية أيوة هذا السادم هذا السادم أول توه توه هو باله يباله بعد حينه ما حطوا لا الزعفران ولا الدهنة كله بعد ما حط من يستوي 90% ناضي حطوا أبوي الزعفران والقناد وحطوا المورد وغطوا عنه خلوه 5 دقائق من يسكر جلبوه وحطوا له الدهنة تقلقل نشوا أبوي غرفوا ترى القناد والزعفران والماء الورد ما ينحط إلا آخر شيء عسب الحرارة تخوز ريحته فبتقولوا ما حد قالكم يلا صورت عمري اليوم نسيت لازم أصور عمري جي السلام عليكم وش حالكم وش كيف أنتم هالأخبار كلها ما سويتها اليوم أنا ما عليك بس يسدكم كل يوم كل يوم كل يوم الوي هذا هو شو بيخلف ما بيختلف الوي اي شامبي سلام عليكم وين شو اخبارك شو علومك كل شيء زين هذا ذاهب في فايبرات ما قطعته هي ما في جاهز زين شكرا زين تمام ها يعني 2% ايجي تمام ايوه هاي الحين ما في ريدي لا هذا ما تجدي هذا مشوية بس ردي بس يعني الحين هذا تركتي هذا تركتي زي زي شكرا شكرا شو بلاهن قوم قوم توني توني تمام ما شاء الله ردي داكل هذا وقت ما الأكل نزيش علي توني يا توني توني يا توني توني يا توني مرحبا بتوني مرحبا مرحبا بعنبرو يا عنبرو عنبرو يا عنبرو عنبرو يا عنبرو كره الله تلوي يا عنبرو توري هل وين لا شوف لا ولد لا تلد لا عيل لا تيل خير ان شاء الله ما شيب ما متبت عشر عنبرو متبت 20 قرب الله توني خير ان شاء الله طالت المدة
ما شيء بين. ايوه هذا حق ابن وحيده. هذا اصوات عمرو ايه. هذا توني اي زين عمرو حرامي ما خلي هذا هو توني هو ما في ما بيعانات. هذا شو دخون هذا شو ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا 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 يا سيد دبلك شغلة باللي تخبرون عن وضع الروز. الروز المحمدي المحمدي ها طال وحد كم طولها حينه طولي أنا المحمدي غادي. هذا يتم عاد لين متى يتم لين يوقف القير يوم مرة يبتدي البرد يعني يظهر السهيل. من يظهر السهيل شوية ويكمل 20-30 يوم حم مو حم يسمون التقليم الجائر يعني يخلون فقط ذراع أو نص ذراع ذراع أو نص ذراع من الأرض وشوفوا الإنتاج شي غدي ها وآزموا يكتبون عليه بالحديد حديد حديد يعطونه حديد يعطونه يتخبل يني نونه الروز عادة. هي نعم تقول ما حد قالك ها يا أبو محمد وصل لهيومك أسد جزاك الله خير ها عند هذا الرجال يقول مخلص ما تم حد ما أخذه جزاك الله خير اسميك فدته مشكور يا أبو محمد مشكور. 4 أكياس ماخذين نحن حق الزمن. تعالي من الحناية تعالي خلي خلي تعالي يريد تسوي كلام شوية تسوي سوالف شو تعرفني يلسي عدالي. أيوة يلسي How are you? Everything good? Yes. Number one? Yes. You happy? Yes. When they said خالد making video for you. You happy or not? I'm happy. والله؟ Yes, sir. Too many people, they said maybe you are not, you don't like to make video. They saw me as I'm salad, my face is salad. Hey, sometime. No. Say Allah, sometimes زعلان ونص. No. Hey. No. Hey, عيشي وتعال تعال تعال. Sit here. Hey, جلس على الطاولة. على الطاولة. إيلس. إيلس على الطاولة. يا معيري سعين الله تراك. ها شو رايك؟ رقم 1 موافق اوكي 100% هذا هي يريد 1000 دولار حق مهر زين يجي بيبي بيبي مكس ها هي عيشو وات ما يس هي بيبي مكس هي خلاص هي ويل ميرد يو واي نوت هيز جود لوكينج وي ويل ميك فور هيم نيو تيث والله ماي ام نوت جوكينج نو سار واي لا لا خلاص هي ما يريد هي ما يريد ها نصيب ها نصيب شي ولا هي يسوي مسلم بعدين تسوي زواج يوم ش... ها شنت صبر متى سويت شعرك متى سويت شعر والله كم ياخذ حلاق 30 25 ولا 30 من يدفع فلوس ايه ايه زين ها شو قلتي؟ اوكي ولا لا؟ يا سير برايك الاسئله اتي هل ان الهيومك اسيد هذا يستعمل للنخيل؟ يستعمل لجميع الاشجار والجت والبقوليات والسلطه وعزرايين وطحنه الزمان للنخل والسدر واللوز والهمبه واللومي كل عود خضر ينفع الهيومك اسيد. شي يسوي الهيومك اسد الهيومك اسد يسالون يستعملونه قيض ولا شتاء نحن سمعنا ان اي اسمده لا تستعمل الا في الشتاء نعم اسمده لكن الهيومك اسد بصفه استثنائيه يجب استعماله في الشهر على الاقل مره او كل اسبوعين مره ليش لانه ما يعتبر من الاسمده اللي هي حاره نوع الهيومك اسد يفلتر التربة ينظف العروق يخلي مثل المضاد الحيوي ينظف التربة من أي شوائب أي أملاح أي صبخة أي يص أي طحنة الزمان ينظف العروق يردهم بيض بيض يجهز الشيرة أو الشتلة أو الموقع التربة لاستقبال أي شيء مثل يقول لك يوم حين أنت شيء ناشف في مصراتك شيء ناشف في مصراتك ما بتروم تدخل شيء بطنك
لين تخوز الشيء اللي ناشف في المصرط، ما بتمتصرت شيء. فشو تسوي؟ تخوز اللي ناشب في المصرط وبتروم تصرت كل شيء خلاف. انزين هذا الهيومك أسد، بسط لكم إياه شو أسوي، عيزوني من الأسئلة. الهيومك أسد ينظف التربة دور ما دار الزراعة، ينظف العروق، ينظف الشتل، ينظف الأرض، يفتت، يكثر بالهيدروجين ونتروجين وطحنة الزمان، يخلي الشيرة تروم تستفيد من أي شيء يجيها، حتى من المتروم تستفيد. حين بلي هيومك أسد الشيرة تشوف فواج في مكانها فقيرة مصلبة، لا تزيد ورقة ولا تنقص ورقة، لا هي تموت لا هي تحيا، أهل منوال مدى الحياة، متى بتبرج؟ يوم بتشل عنها هذا اللي ناشف في مصرفها، اللي ناشف في المصرف هذا ما يخوزه إلا من عقب الله سبحانه وتعالى. إلا لهيومك أسد ما يبالك كلام، واحد زايد واحد يساوي اثنين، خوص بخوص رقعة السم خصف، عجزتوني ما يسوى علي. يصلح له؟ يصلح لكل عود خضر، ما شيء فاكهة ولا انخلة ولا مسيبلو ولا جت ولا حرية ولا أي شيء كان في الدنيا ما يصلح له، هو لهيومك أسد. لهيومك أسد ما بمال أبوي ولا بشركتي ولا أدري منو يجيبها أصلا، أنا أستعمله على نعت رجال يزاه الله خير حمد البيرق بارك الله فيه، هو اللي نعت لي إياه وأنا أستعمل حالي حالهم حال الوادم كلها. عيزوني عيزة، عيست من كثر ما أنا أجاوب على الخاص. فلذلك اللي بيسأل الحين أكثر عن شيء أسئلة ما روما جاوب، لأن بيغدي الموضوع ما لم عنه من البارح وأولت البارح وليه عقبة لا تحتن وحدة من أصبح لين أمسي عن لهيومك أسد. أنا حين اللي بسوي لي شركة وروحي اللي تميتها بيع منها لهيومك أسد، بغدي والله بلكك والله لغدي مليونير، لكن سبحان الله ما يتفي الدهانة إلا خلاف. كم شركة طرشت، نحن عدنا ونحن عدنا وخبر عربنا، ما بخبر بعد الكل اللي أدر اللي يبي يسأل. هذا اللي عندك يا خلصين لهيومك أسد لقيته أوت أوف ستوك؟ إيه أوت أوف ستوك، أنت مخرب الدنيا. والله أوت أوف ستوك يا أبو محمد. لا حول لا قوة إلا بالله. وحينا المحل اللي اخذت منه ما روم حبيبي، ما روم اعطي اي اسم اي محل يا ابوي، بطرش الدريول. انزين بطرش الدريول شوي شوي عن تنطر براف ما يبن فاتن. ايش حق ما روم اعطي اسم المحل؟ شوفه بنفيده ما بنخسره. انزين انا عسب ما تفيده ابا، انا ما باي يستفيد، ما باي يستفيد. مصنع ابو ظبي للاسمده. وين هذا؟ في مصفح ابو ظبي، هذا تبع الحكومه، ما تبع زيد ولا تبع عبيد، عندهم كل شيء، كل شيء عندهم. الحين منوال كل دقيقة تليفون، صدقاني من كل بلاد حي، حد من شيء من السعودية، شيء من الكويت، شيء من كل مكان. لا العرب هاي لاكي بعد ناك بعد حي دعم لك، وستمية تليفون أبو محمد كيف عندي. هذا أبوي الخبر وياكم والعلم عندكم، وكثر ما حد سألني الحد يسأل، ونزلنا على اليوتيوب ونزلنا الخبر على الانستغرام وعلى السناب. أكثر عن تيبوي ما في ديه حيلة، ولا حد يسألني لا في تليفون ولا غير تليفون. حنا كان ما يشتكي علي بعد، هذا اسمه حسن مدير عند قوم طه بن عبد الجليل، وعبد الجليل الله يحفظه، طه بن عبد الجليل شبيه أبوه في كل معاني. لا خلينا من أبو عبد الجليل، طه يعني الله يحفظه ويبارك فيه، يطرح البركة في ذريته وذريته. سامحوني من ساعة بدأ ما أقول حمد البيرق، أنت محمد البيرق، هم باثنين أبوية، اثنين التم محمد البيرق وحمد البيرق، باثنين التم أخوان وكلهم أبوية. هذا أشد عن الثاني في الدهاء بالنسبة للزراعة والتربية الأشياء الطيور والأشياء هاي، يعيلون حتى من المتوات، يوزون الذكر الأنثى ويعيلن وما شي يسوون، يتكاثرن يجيبون الطيور من آخر الدنيا ويستوي هجين، شو أمور وايد عندهم. هم اثنين ما شاء الله عليهم، حمد ومحمد تبارك الرحمن. بس أنا بدل ما أقول حمد البيرق محمد البيرق، وهم اثنين تبارك الرحمن، كل واحد منهم ما يتخيرون عن بعض، وكلهم زينين وكلهم بركة، وانتو كلكم زينين، كلكم فيكم الخير والبركة. الشركات اللي تبيع الأسمدة البيولوجية والأسمدة العضوية والأسمدة، كل هذه كلهن موجودات في الدولة، من السلع لين الفجيرة، العين، في كل مكان. كل إنسان
يتنقى الشركة اللي هي تناسبه وقرب بيته ويصير أبا هذا المنتج موجود عندكم عضوك ما موجود بيجيبونه بكرة ورا بكرة اللي عقبه أطلبون لكم إياه تاخذونه من شركة ثانية مليون مسمى هو الاسم هيومك أسد لكن الشركة مثل حبوب مالويع الرأس مليون شركة تسوي حبوب مالويع الرأس حبوب سجام مليون شركة تسوي حبوب سجام ما تعد على هواكم. صباح الخير سرابيون كيف حالكم عساكم خير الله يعطيكم الصحة والعافية عاد رشينا وعينا من الله خير وتسبحنا وصلينا وتلبسنا وين عند ابو محمد هني العاد الغرفة يا رك الله يقوم ابو محمد يخلي ياك العافية تعال 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 يوم اييه القى بعد ما بجاهز يا رك رجع عاد نص ساعة انزين ما بيطيح منك النص هذا المحل شو اسمه ابو محمد اسمه بورو ماركت اسمه بورو ماركت هي سوق شعبي تقليدي هي شيء حلو وشيء جديد علينا بنصير نشوفه يا رك الله يا رك الله يا ابو خليل يا رك الله يا ابو توفيق ما تقول الا شو ابو محمد تصور لي ابو محمد يلا سلام عليكم يبك شغلة الكركديه كل حد يعرف ما حد ما له شيء بيت في الدنيا العود ما يعرف يسوي كركديه ومعزرات علي اللي صور لنا طريقة الكركديه وحي والله اني بسير اصورها شو اسوي اريد ولا ما اريد غصب عني هذه يزخون لصلوب هايل وينجونها لصلوب يخوزونها يقبضون قفة هالمثل هاي قفة وحدة واغسلوه قبل بالمسخلة هاي وحطوه في هذا الوعاء زين وصبوا عليه محار صبوا عليه اليوم محار يطبخ صبوا وغطوه وقرطصوه قرطصوه لين بكره يدور 24 ساعه وتغسلين الصبح زين ما زين وتصبين عليه محار يوم عديك العصر العصر العود صفيتي زين ما زين وحطيتي احملها بهذه الطريقه كل غسيل العادي غسيل العادي هذا الحين يسخنون الماء يصبون عليه يصبون الجيك كامل لين هنا يتريون لين يخط خط 24 ساعة أو 6 ساعات أو 8 ساعات ده يعني قياس مال جيك واحد هذا جيك واحد يعني لتر لتر ونص هذا قياس مزار غفة نحن نحب يكون غليظ قوي بس يلا صبوا عليه الملح يطبخ خلوه يتودن لين 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات نتشو وخلاف تقبض ابوي الحرم وتمرد بيدها تمرد زين ما زين ونشون خلاف عقب ويصفون بمصفى زين ما زين صفوه بمصفى يعني عقب المراد وها صفوه وصبوه داخل الجيك حطوا عاد زادوا ماء لاني غدي قوي ها زادوا ماء حطوا عليه شكر حطوا عليه ما زهر انبغوا ولا ما ورد شوي ونقطرة الشكر على حسب الرغبة ويحطون على وجهه صنوبر للي يبى حطوا صنوبر يستحسن يكون لصنوبر ني مش محموس مش مهنهن لصنوبر للكركديه ما يحطون مهنهن يحطونه ني يغسلونه وحطوا عليه ويصبون فوق لاصات ويقولوا بيا حبيب النبي هذا أمه هذا أبوه أخير من اللي غيره هاك اللي كله أصباغ وما له معنى يعني قياسه أو إنك تحط هذا ها أنتوا تحطوا محموسه هذا تحطون انتو yes. ترى بيتنا ابوي يحطون حنا هذا مهنهن محموس شويونه الحين بتحطين yes. يلا ها yes. ما في كروسه لا ام بالله تشلتي ايوه ها هنمونه ويا زين للي يبى شراب عرفت هذا قوامه شرات هذا لكن هذا طبيعي في وعلى فوائد الكركديه وما ادراك ما فوائد الكركديه طعمه يغدي عشان يكون بارد وايد ضروري يكون بارد هذا حين قرطصوه وخل قرطصوه خلوه لين بالبكره او لين في الليل او هو وين يبون شكرا دواركا ثانك يو حبيبي ثانك يو دارلينج ثانك يو اي قبل ليوا سلام عليكم ها حال شو اخباركم ها تضربون حيلة؟ هاي تضرب؟ يلا تعال قبض المضراب انت ضربي هريس ليش؟ انت شوف بنات مني ها؟ شوف بنات؟ اشوف يا لا ما راح ها من شو؟ ملهد اللي
باقي من هذا اليوم بابا عبد المكادر. خلي ولي خلي ولي هذا بابا شوية بابا شوية. تعال ايوه شوية تعال تعال يلا 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 والله تكت يا اضرب حالك حالهم ما بخير اضرب لا ما تجي اضرب اضربك عاسوب اضرب منك ايه شوف ها شوف ايش قال ضرب الريايل يا المهتر انت ما يعرف هذا هالنمون يضربون ايه قبض عن المضرب قبض عن المضرب هالمهتر هذا ما في شغل انا شغلك الذره لا على سياره سياره ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله روح 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 بارك الله فيك روح يا سلام يا سلام مليون خضر طعمي صوبك مليون خضر طعمي صوبك مليون خضر طعمي صوبك خضر طعمي صوبك مليون خضر طعمي صوبك مليون خضر صوبك تعيبني الهريس يوم فيها شويون لو حبوا وحده جاسيه تعيبني يوم غري تحت الضرس انا بالاساس روحي تعيبني الهريس يوم ما بكلها مره بمضروبه ضراب لا يوم فيها شويون ساعات كل قمتين ثلاث لقط حبة جاسية يغدي شيء جميل تحت الضرس له متعه الهريسة تغدي متعه تحت الضرس يغدي غير نمونة عظم الحق الناس عادت حد من الوادم ما يعيبه يوم حتى لو عظيم صغيروني يلا يلا يا ضرب ضرب أيوة إيلد فوق تحت فوق تحت ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك كامل كامل هم منيها أيوة إيلد أيوة وانت ساير لين يصير كامل ايوه بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صبر هذا ضرب يا سواق دوس دوس الله يعطيك العروس يا سواق دوس دوس الله يعطيك العروس أيوة 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 يا رك الله يا رك الله يا حبيب 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 يلا شرح 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 طالع لا تجري بالصحن بالله تدوه أيوة أيوة ما شاء الله ما شاء الله على يديك لانت يا عناية لانت اللي يد عند الله علينا يا عناية يا يدك ابوي يد واحد غير نمون وحين قديت يد كبدا عفان الله تحرها من الشب الله المستعان يلا عادة يلا انقفضي 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 يلا عند الله علينا يا عناية الله يخلف عليهم هلك ما يدرون بكنك بتلي أرباب هناك فاميلي مال أنت يعرفون تشير هريس هني ولا قال لهم من جنير هناك شو قال حق فاميلي قال لهم من جنير من عقب الجنير تشير هريس عند الله علينا هيا عمرك ها هيل تعال عدالنا تعال مالك مكان الا نحن مالك الا نحن وانت هيل استال عدالنا تعال تعال ما حد يقول لك شيء بيت نحن بيت قدام حمار بيت قدام حمار مال احمد برحيمه زين قولها بالمبارك عليك الشهر ايه مبارك عليك ما تبقى من الشهر يا البركة يا البركة قولها أنا أم الحناية أنا أم الحناية اللي يدفوني اللي يدفوني على السيف على السيف وكلها صبيان كلها صبيان كانت تير المياديب ليسوا مجرد عائلة محرومة إنهم أفراد عائلة غاب عنها المعين خلف قضبان السجن لإعساره عن سداد دينه فكانوا شركاء له في سجن الحياة
تبرعاتكم تساعدنا على توفير حياة كريمة للمعسرين وأسرهم. لتبرعاتكم والمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة www.farajfund.ae. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لا بنت لك ريحة شدت بك الله النحاس اللي فيك لا يأكلون صاروا العدالة يأكلون فرم الله أجل عدوان الله الله يبوك من عجبة عجبة اللي ما يأكل من هذا بحياته ما كان هذا أبوي أنا أعطيه قاس نفس علامة بالحل الفتش مال الهامور لحمت الفتش مثل الهامور لحمت الراس يا سلام سلم هالي فوق الفتش وتحت العين شيء موقع شيء يفرح اشارات راحت اليد هذا تصير يجمع كله يحطه فيها في هالقفة يغسلون بماء وتازم ريحته تفوتخ في كل مكان تحته شيء يابس يعقون عنه ما شيء رياضة اليوم ما شيء رياضة اليوم ما شيء رياضة ما شيء رياضة والسبب منه إبراهيم توفيج إبراهيم توفيج الله يسلمك قال بيجيني وبيفطر وياي عند عرب في بين الجسرين نزيد يوم عد حين يا ستر يا دقها قبضي يبي دق لي تليفون قال والله أنا هبياي هبدأ لا أنا روح دقيت لبعب بشير كم تليفون أقول له وين وصلت قال ترني ما خبرتك أنا هبياي وي ودعي عليه جزو عاد استغفر الله الكذب خيب ما دعيت عليه واقعت شويون قلت له تروم تخليني يترياك لا أنا اللي صرت الرياضة وأنا ولا أنا اللي احتركت ولا شيات والله خلاني يتريا هو أبرد ما يكون عندك ما شاء الله ما شاء الله هاي تبارك الرحمن بعد ما تبي تظهر تقبله شرط حب العرب هذا الناتج مال اليوم thank you هذا الحين الله يحفظكم هذا يغسل ويتخلى في هاي تدق رطوبة مع المكيف والبراد داخل الحجرة داخل الصالات فتغد ريحته تعطعط هاي يوم يقول لك بيتكم يعطعط سمن ورازجي يطرون هذا هاي الطريقة حب اللي قطعوه وقطفوه وخلوه لا شو حليها ما شفناها رأيها هذا رأيش الحساب حين رأيش مكانك باكر إن شاء الله ما شاء الله كم واحدة تربوها تخطف عليهم ما تشوفها ما شاء الله تبارك الرحمن ها صلاح حلوة أنا الحلوة حلوة يدك ها صلاح ها حبيبي أخي شو بلاك تعزل عليكم السلام فطرت لو بعدك لا خلاص الساعة 12 الظهر هي لا هي انتبهتي بصير الصالون لا أول تأول أول تعال عندي خلاص بصير الصالون هي كلنا ياسين ترياك يلا عصيري المفضل اللي هو كركديه والثاني اللي هو تمر هندي هذا التمر الهندي غليظ الفنان هذا اللي عيبني أنا قلاص تمر هندي وقلاص قاص الربع كركديه وقلاص ما وأول الفطور الحين هذا خلاص عاد تلايا وليبات شكرا جزيلا ما يبالك هلا يا مرحبا يا مرحبا صالح ليش سكت ويه الباب ليش سكت ويه الباب قلابي اليوم ليش
معكم مع سيد انت عيد. ايه. جيت العيد. خذوا العيد العيد. يا ربي يا صلاح. كله عصبي 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 عصبي. زي اصبر 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 القوم تروغك. اصبر. كل شيء تبي تاكل من كل ضربة. من انا ما في وقت. وقت. وقت ما في. من حضرك انت؟ من انت؟ انت وزير انت سفير هذا خير شو يعني شو هالكثر مشغول انت حاط كاتم اليوم لا شي سلام عليكم علي عيين بعدين اول شيء ايرس انت ايرس ايرس اول قهوه بعدين لا شو مال امس نحن قهوه مال امس بارد ابوك هاي الا ثم كنت مثلج بارد لا بغل وين جايين؟ بيت. شو فطرتوا؟ ما عرفت. زين شو تغديت؟ مسوي موعد مع الحلاق؟ يحتلون بابا. مسوي موعد؟ ما عرفت. بدي كير ماني كير؟ هاي هو هاي. بيزات؟ لا لا سلول سلول. لا سلول. كم هايل؟ سلول بابا سلول. 100؟ امي بدي كير وماني كير سالون ها مية بس سالون سبع زين بعدين 150 بدي كير ماني كير سيروا حق الفلبيني ايوه هي هذا فلبيني اول انت يا هي 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 زين قم صل عادة ما بالله أدن بسير هناك يلا هم هذا اسد ود الداخل وتعالوا لا تبطون عندي بسولف وياك شوي منو حبيبي صبر شوي يا ناس اي لسه بيصلي الرجال وانت بلاك ما بتصلي بلاك مضطر الجير به لا وين من وقت اخ عليك صلاح تبي تصير نسير عند بدريه حينه لا سالون خلاص هي نزيب بسوق بدي كير ماني كير بتسير بعد حمام مغربي اليوم ايه ثلاث نمونات ايه متى بتخلصوا نص الليل ساعه هي ساعه تحرنت ايه؟ وايدي بيبطي مسوي موعد انتوا مسوي موعد والله يلا كان في النار بارد انت والله لو صاحي لا تسوي اليور والمنكر كان هاي رحمه من الله سبحانه وتعالى بتغدي شيء شارون رقم اثنين انت شري ها آه. دبي شو انت خايبي وتو امر مسني يقول بتري صراحي عقب العيد الحين العيد الحين يوم العيد بنسير العصر المغرب بالليل هي متى بيوحي لك عندكم خالد الشاشه سوي انت رغب زبي خالو هنا ايه بنصير بيت قوم خالو وبنصير هي بنصير بيت قوم عندكم عفره المسعود وبتصير بيت قوم بتصير ها بتصير بيت حياه عبد الجليل ها على هواك هي لا خلي خدام تصير وياك لازم انزل لك العيدية عطها عادي بيزات هذا كلام ممنوع ها هذا كلام ممنوع ما يخبر كلام ليش بيزات ما فيه ليش صالح كله حقك انت من دبي زي ما بتعطيها شيء يعني تبغى تصير وياك بلاش بلاش لا حبيبي لا حرام حرام تلحق النار لا 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 بس خبر انا اسد ما يعطي ولا انت اسد تعطيه يوم دبي يوم بتودي دبي بيعطيك شو سماكم حق السفر سمان زاهد كل شيء ريدي بس شيل صغير بس لا لا لكن هذه لا لا شو شو الظهر شو شو يبا شورت شورت ان شاء الله حبيبي كم واحد تبا 100 خيب 100 100 شورت تبا ليش بخليه شوي خليه بخليه حق الاخره ان شاء الله حبيبي ان شاء الله انا جود نايت ما اسمع جود نايت الحين قال ما اسمع قول ليش أبو ذي أول. قول جود نايت. من دمام. لا قول جود نايت. دمام. خبر جود نايت. إذا تو. لا أنت خبر جود نايت. دمام. يلا مع السلامة. صلاح. تراك حط في بالك بتبات مع إبراهيم توفيج. لا. لازم. لا أنت. أمي. ليش؟ أمي.
اخ عليك يا صلاح. انت مين اريد؟ سباح وشو سباح؟ هو بيسبحك ابراهيم توفيق. يلا يلا شكرا. مع السلامة. تعال شيء هدية هدية حقك نسيت اخبرك. اربع. تعال تعال اربع. هدية جاية تنك. يا ما ادري ما تباها خلاص برايك برايك. لا 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 برايك برايك عيال. برايك برايك خلاص انا ما بنعطيك الهدية. تب مكانك. ما بهين بعد. ها ابنها شوف الهدايا يا تنك. ها ايلس. كلم النون نون مطرشين لك يمين الهدايا. صبر صبر. ها هذا ما بمالك انت اظني. اي اي هذا مالك. ها ساعة. انت ما تدري ساعة. كيف عرفت ان ساعة؟ مخ. مخ وين والمخ؟ افتح افتح بطل. هاي 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 اي بطل عادة. يلا ايوه. وين حد سرقها؟ ايوه. ها اخ عليك بس ما نبا ما بنعطس. شو باع باع عيال بعد ما لتها ما تحطها شي تركب عليها الساعة. شفتها؟ ما عارف ليش قال يشغلوها. صبر اليوم بي الخبير بخليه يشغلها. ما عارف لها انا. تعرف لها انت هذا شو اسمك اسد؟ ما عارف لها انا. ها طالبين هاك اليوم صلاح 780 مبلاش. لا هذا شو هذا؟ ساعة. ها ها شوفها. ها هذه. ها طبعا الحين ستارت. الحين ستارت. هي ها تروم ترمس بالموبايل وتروم ترمس. ها ها سامسونج. ساعة سامسونج رقم واحد حق حق بتسافر في بانكوك. زين ما شيء مشكلة ولا ما شيء؟ شكرا. شوف ها شيء ظهر فيها كتيبة بعد. كتبة ظهر فيها ما أعرف لها صراحة. شيء ظهر نكست. هب انا ما اعرف اصبر صالح يوم بي يوم بي الخبير بخلي يركبها. زين باكر يوم بتلقطها زاهبه يوم بي منهل بخلي يسويها. زين قول شكرا نون. نون شكرا. هي معد نون حبيبي. نون شكرا. صح اول كمل عاد كمل جمل. شكرا نون. نون نونها. نونها مع نون. نون شكرا. انا طاط صلاح. انا باور بانك وهاي عطورات طالبين كله من عندهم. ها وهاي طلبيه كنت حقك روحك. شو هذا بيبي هذا؟ ما اعرف والله صراحه ما اعرف لهم الاشياء هاي. اعرف لهم والله بقليب هذاك منهل اللي ما يخلي شيء ما اعرفه. اوه شوف شوف سمسم موبايل. وين؟ انا ما اعرف الا بعد. شيخ الله بس ردوها في قطيع خليهم بيي هذا بعد شيء هذا وياها. صبر يوم بي منهل بخلي راتبها. تعرف لها انت؟ صبر صبر خلوه لا تصير تخترب ولا تنقع ولا شياته. اقسى مانها في بطنها. ها اق عباس على دباس. صلاح ما شي شكرا ما شي حبه. شكرا حبيبي. العرب كل ما يجيب له شيء لا يحبني ولا يقول لي ندوك يا اخوي هاي حب بوسه من عندي ولا شياته. شكرا. ملبوس العافيه ملبوس العافيه يا ابو احمد ملبوس العافيه. زين احنا بنخلي شان يوم بي منهل بخلي يرتبها بيتيمها بيتيمها يوم باتي ما تلبس حق الطياره. ايوه زين انت قدام في الطياره صلاح انت درجه اولى طيران الاتحاد بيطلع شو لك سياره تشلك بالبيت حبيبي سيارتين. زين صلاح سبل طياره سبل شوف سيارتين بيطلع شو لنا سياره انت واسد وشناطكم والسياره انا وابراهيم ولا خلي ابراهيم وياك في السياره. لا هذا يلا ابراهيم يلا مع السلامة. حسين خبر سوي تشارج قول سوي زين. شو؟ خبر يلا وشي ولا صار عاد بزنس قدام في الطيارة بزنس ولا وين على الدريشة اريد هناك. سمعوا يا هل طيران الاتحاد ترى صلاح درجة بزنس عنده وما يبى في النصيفة ما يبى إلا عدال الدريشة. لا دم أيوه الدريشة. عدال الدريشة. خبر صح؟ زين قولهم طيران الاتحاد. ما زهق. هي أبد عدال الكرسي عدال سموها الدريشة. شيشة شيشة. الطرشين حقه.
حسبي الله عليك حتى من الحرم لاهي الحريم. شركة لوزان تقدم لكم خصومات تصل إلى 50% على كافة العبايات الجاهزة، بالإضافة إلى عروض خاصة على كافة تشكيلات العطور في جميع أفرع لوزان. الله يبارك فيكم في زيارة خاصة الأخ العزيز معالي أحمد جمع الزعابي، الله يحفظه ويبارك فيه. انبسطت، قهويت، سولفت، ورمست، وحين جيت الله يحفظكم يلس أبو عبد الله بن الشيبة لقبيسي أبو أحمد، وحكيلهم الجماعة داخل. عادة هنا السحر عندهم، فاليوم بيستعيبون كيف إني أنا ما أريد أتسحر. هل من معقول؟ هي نعم معقول، ظاهر أبوي هناك صراط البلاء، من كل ما تشتهي النفس ولا يمكن كل شيء شوي 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 لكن بتزر بطري، كل شيء طول وكل فنان وكل غاوي طالع ما راح. خالد أبو محمد طالع طال أيام مسوي له دعاية شباب هذيلا طول عمارة كلهم. أقول لك إحنا من بضبي أي ما نعرفه، أيه الحين تعرفنا عليه وسبب كله من السناب. إيه سلام بارك خالد، شفت عادة ومن يا شباب أيه يصوروا وياه ما يضربه. شفت عادة هذا شوف خالد بشرط دبي. يلا خالد مشكور يا أبو محمد، مشكور. إيه دتش كم غمان؟ دتش 318 يا أبو محمد. أقولكم صدقني عادة ما قدرت أتسحر وياهم، كم مرة تجلس روح هناك عزل عمري هناك ما رنت جلست هذا مي هنا هاي جلستي. شوف السياف يا أول يوم يا سياف هو وأنا ميلس وأنا ميلس والنصيبة هي ولا سوى ما برنا عزل عمري هناك كني ساحر ما برنا هي هناك يا سياف ما في بيس أنا هني يا طالع أنا بتوحاهم هناك شو العالم قالت البحر اللي شافوا صورك في هذا قالوا اللبو أقوى عن ولده طبعا زمان والله العظيم كل العرب اللي قالوا ما شاء الله أبو خالد أحلى حتى عن عياله بسم الله عليه الرحمن الرحيم